هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومائتين واثنتين بل واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين وستة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم تسعمائة واثنان وسبعون ألف وتسعمائة وسبعه واربعون شخصا